ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها، وما الحكم إن لم يلامس أحد هذه الأعضاء الأرض كالأنف والأصابع؟ بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه الأعضاء السبعة لابد أن تلامس المصلى، سواء صلى على الأرض أو صلى على فراش، لابد أن تكون هذه الأعضاء كلها على ما يصلي عليه. فإن رفع واحدا منها من غير عذر ولم يضعه حتى انتهت السجدة، السجود غير صحيح. نعم. أما إذا كان معذورا أو رفعه ثم رده فلا بأس بذلك. نعم.